السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جديدة كده، حاجة مش جديدة، حاجة يعني الفاصوليا هنفرزها مع بعض، بس هقولكم على طريقة وانتوا بتفرزوا بيها تحفظ كل القيمة الغذائية الموجودة فيها، وفي نفس الوقت تحتفظ بلونها، وفي نفس الوقت لما تيجي تطلعيها تلاقيها ايه، زي الفريش بالظبط. ودلوقتي انا خلاص نقيتها، بقت معايا بالشكل ده. طبعا كل اللي فيها ده عايز يتنظف، بس هتلاقيها بقت جميلة جدا. بعد ما نقيناها هنعمل بيها ايه بقى؟ هنمسك واحدة من هنا كده، نمسك دي من هنا ودي من هنا اهي بالشكل ده، والتانية كده برضو اهي. يبقوا ايه، احنا بنشيل من فوق ومن تحت، وبعد كده بنبدأ بقى ان احنا نحطها فين، ان احنا نغسلها كويس. هكمل انا بقى باقي الكمية وهغسلها كويس جدا، وبعد كده هرجع معاكم تاني ونشوف هنكملها ازاي. ودلوقتي كده انا خلاص شلت الجزء اللي فوق منها والجزء اللي تحت، وبقت معايا بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اغسلها كويس جدا. بصوا يعني كل الحاجات اللي فيها دي عايزه يعني ايه، لو غسلتها بس هتلاقيها ايه، نطفت وبقت ايه، ما فيهاش اي حاجه. فهضطر ان انا اغسلها كويس جدا. انا ما قطعتهاش الاول وبعدين غسلتها عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه اللي فيها. فانا هسيبها كده اهو، يعني ايه، بعد ما طلعت اللي فيها كده، لان ممكن وارد ان اي حاجه من الحاجات اللي هنا دي تكون عندها ايه، طينه ولا حاجه، فانا مش عايزاها تبقى فيها طينه، عايزاها تبقى نظيفه جدا. فهبدا بقى ان انا اغسلها كويس جدا بعد ما قطفتها بالشكل ده، وارجع لكم تاني ونكمل باقي وصفتنا، باقي تفريزنا مع بعض. ويلا بينا نقول بسم الله ونغسلها. ودلوقتي كده انا خلاص غسلتها معايا كويس جدا وبقت بالشكل ده. هبدا بقى ان انا ايه، لان انا جايبه كميه كبيره جدا، فانا مش يعني مش هخليها طبعا، لان جايبه كميه كبيره جدا، فانا بقى ايه هحطها كده حبه، يعني ايه حبه كتير كده مع حبه كتير، ونبدا بقى ايه ان احنا نقطعها مع بعض كده. بسم الله اهي اهي كده. انتي بقى براحتك، لو حابه تقطعيها مايله مفيش مشكله، حابه تقطعيها معدوله برضو مفيش مشكله، دي حريه شخصيه. انا طبعا لاني جايبه كميه كبيره جدا فمش هينفع اقطعها مايله بقى والجو ده. خلي بالك بس وانت بتقطعي عشان ايدك. بصي اسهل ان انت تقطعيها على البلانشة، اسهل ما تقطعيها بايدك، بتسهل عليك وقت كتير وبتاخدي كمية كبيرة جدا مع بعض، يعني ايه بتتعمل في وقت اقل، فبتقدري ان انت تقطعيها في وقت اقل اهو كده. لو في حاجة تانية ما اتعملتش مفيش مشكلة، نعيد عليها اهي زي كده. لو حاجة لقيتيها كبيرة عايزة تقصريها شوية مفيش مشكلة. بصوا بقت معايا بالشكل ده، ما اخدتش معايا ثواني واتفصصت معايا وبقت كده اهي. دي بس عايزة تتعمل بقى خلاص كده، ما خدتش معايا ثواني وبقت كده. هعمل بقى ايه، عندي دلوقتي حلة احطها على النار. تعالوا اقول لكم. طيب بدل ما ايه، بدل ما نحرق الوصفة. ودلوقتي انا خلاص خلصت الكميه كلها، بقت معايا بالشكل ده. هبدا بقى اعمل ايه، عندي الحله كده احطها على النار وسايبها تسخن كده شويه اهو. بصوا بقى انا عملت كميه قد ايه. هبدا بقى ايه، عندي الحله احطها على النار ومخليها تسخن معايا كده شويه. هسيبها اخليها تسخن خالص ونروح بقى على النار نشوف هنكملها ازاي. عندي كده الحلة حطها على النار بدأت تسخن معايا. هبدأ بقى هضيف حبة زيت صغيرين جدا، حوالي معلقة زيت صغيرة مش اكتر من كده. بعد ما حطيت نقطة الزيت هبدأ بقى انزل ايه بالفاصوليا معايا بالشكل ده. بسم الله. اهو كده انا حطيت كل كميه مع نص الكميه معايا بقت بالشكل ده، وحطيت عليها نقطه الزيت. بصوا بقى هتلاقي لونها بيبقى ايه،
بتلاقي بتديكي اللون الاخضر الجميل اللي كان اللي فيها ده. بصي شايفه بتعمل ازاي. طبعا كده احسن ما تحطيها في ميه سخنه وبعد كده ترجعيها في ميه بتلج وترمي طبعا ميه السلق والفوائد بتاعتها كلها تروح. فكده بقى انتي بتحتفظي بالقيمه الغذائيه اللي فيها. انا هسيبها بس شويه كده اهو. هلاقيها عملت معايا من تحت ايه، بقت من تحت لونها بقى الاخضر الفاتح الجميل ده، هتبقى زي اللون ده كده اهو. بصوا تبقى زي كده، بصوا لونها جميل ازاي. طبعا بعد ما نخلص يعني ايه، هسيبها بقى كلها تبقى بنفس اللون ونرجع بقى مع بعض تاني نكمل باقي الكميه. واستنوني انا حابه بس اقلبها كده قدامكم واوريها لكم. بصوا كل اللي بيبقى تحت بيبقى عامل ازاي، شايفين كل طبعا ما بت ما يعني ايه، كل ما بتتشوح معايا اكتر كل ما تلاقيها بقت خضره. بس ما تحطيهاش طبعا على النار فتره طويله عشان ما تستواش منك، احنا يا دوب بنديها صدمه كده على النار وبس، عشان لما نيجي نفرزها وحطينا لها نقطه الزيت عشان لما نيجي نفرزها نلاقيها ايه مفرفره كده معاكي، ما تلاقيهاش كلها كتله واحده او ماسكه في نفسها او ماسكه في بعضها كده، لا كده تطلع معاكي جميله. بصوا بقى اللون بتاعها بقى عامل ازاي. هكملها بقى طبعا ونرجع مع بعض تاني. شايفين بقى كده وصلت معايا ازاي، بقيت بالشكل ده. هبدا بقى ان انا ايه خلاص كده هرفعها من على النار. ممكن تحطي لها رشه ملح ورشه فلفل اسمر، بس انا مش حابه لان انت هتلاقيها ممكن تتهرى معاكي من كتر الملح، وفي نفس الوقت يعني الفلفل الاسمر هيديها طعم بس هيبقى متركز قوي الطعم فيها. فخليها كده من غير اي حاجه خالص، اول بقى ما تيجي تطبخيها تروحي ايه عاملاها، اول بقى ما تيجي تطبخيها تروحي ايه عاملاها، حط لها بقى التوابل والبهارات بتاعتها اللي انت حابه تحطيها اهو كده. هطفى عليها بقى دلوقتي واسيبها تبرد، وهكمل بقى هشيل دول وارجع انا هكمل باقي الكميه. ودلوقتي انا خلاص خلصت الكميه كلها، بقت معايا بالشكل ده. هبدا بقى ان انا ايه اسيبها تبرد شويه وابدا اعبيها في اكياس، بس يعني مش هسيبها كلها تبرد بصراحه، يعني هوريكم كام واحد كده اهو. عندي كيس مثلا كده، وعندي الكبشه اللي كنت بعمل بيها احط فيها كده. بسم الله طبعا كل واحد بقى يعمل على حسب الكميه اللي هو محتاجها، يعني انت مثلا شوفي نفسك هتستهلكي قد ايه في المره. شايفه كده كويس جدا يعني اهي كده. هبدا بقى ان انا ايه خلاص هما دول اللي انا عايزاهم، خلاص هفردهم كده في الكيس والف يعني ايه واخلي الكيس يبقى كده اهو، واخرج كل الهواء اللي فيه. بعد كده عندي سكينه سخنه، هبدا بقى ان انا ايه امشي عليها كده بالسكينه، هسخن بس السكينه وارجع معاكم تاني اهي كده. عندي السكينه غسلتها سخنتها كويس جدا، هبدا امشي بيها بس كده اهو. بصوا بتتقطع معايا ازاي، هي بس محتاجه ان ايه السكينه تكون سخنه كويس اهي اهي. بصوا بقت معايا ازاي مغلفه اهي. هكمل بقى باقي الكميه كده بنفس الشكل اهي كده. لو لقيت السكينه محتاجه تسخن تاني مفيش مشكله، ممكن تسخنيها اهي كده، انتوا مش شايفينها اهي كده. ببدا امشي بيها بنفس الشكل ده كده. لو لقيتي السكينه بتاعتك محتاجه تسخن تاني سخنيها تاني مفيش مشكله اهي كده اهي كده. هبدا امشي بيها على الفاصوليا بالشكل ده او على الكيس بالشكل ده. اقربها بس مني كده شويه اهي اهو. شايفين بقت عامله ازاي، طبعا بتضغطي عليها بتقفل اهي اهي كده. اهي بصي بتبقى معاكي بالشكل ده كده، بتلاقيها طبعا ايه اتقفلت معاكي اهي اهو. بصي تبقى كده تحطيهم بقى. بصي لو زياده تاكيد لو حابه ان انت تاكدي تاني ممكن تعيدي عليها بالشكل ده كده اهي
كده اهي، بتبقى معاكي كده اهو، شايفه بقى ازاي ما بتاخدش معاكي اي مكان ولا اي مساحه خالص، اهي بتبقى كده. لو لقيتي السكينه بردت ترجعي تسخنيها تاني، دي كده بتبقى اوفر لك واحسن بكتير جدا. ما تفضلي بقى كل شويه ايه يعني تربطي وتعملي. هكمل انا بقى باقي الحاجات دي وارجع لكم تاني. ودلوقتي كده انا خلاص خلصت كل الكميه معايا، بقت بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم بصوا 3 كيلو بقوا عاملين ازاي، حجمهم بقى قد ايه يعني ولا الهوا. لو جيتي طبعا تشتريهم، انا جايباهم مش فاكره كانوا 3 ولا 4، جايباهم ب30. لو جيتي طبعا تشتريهم من الكيس الواحد ده هتلاقي طبعا حاطط لك معاه كميه حاجات تانية، وهتلاقيه يعني ايه، هتلاقيه حاطط لك معاه جزر بقى وشويه خضار مشكل والجو ده، وهتلاقيه الكيس الواحد ب8 جنيه. يعني عشان تجيبي 3 كيلو هتدفعي مبلغ محترم بصراحه يعني. وبرده دي حاجه كده ايه مضمونه وانت عاملاها في البيت. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.